عند قصع الديل اهي، اثبتي بقى اهي، ولا اي حركة عند ظهره اهو، مفيش اي حركة عند ديله من ورا خالص، مفيش اي حركة خالص نهائي. انا ايدي ثابتة، انا ايدي اللي مثبته البندول، تمام كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنجرب تاني طريقة معرفة الدكر من نتاية بالبندول. طبعا امبارح بتكلم مع واحد بالصدفة في موضوع معرفة جنس الذكر من الانثى في انواع الطيور المختلفة، فهو قال لي على بعض العلامات اللي بتبقى موجودة في الطيور التانية. فجيت عند الحمام قلت له بص، انا لحد النهاردة في حمام بتلخبط فيه، ما بعرفش ذكر ولا نتاية، لحد ما يبدا ان هو يشتغل ساعتها بيكشف معايا ويظهر الذكر من النتاية. قال لي يا عم ده الموضوع بسيط قوي، احنا بنعمل بندول وبنعرف فيه ذكر من النتاية. قلت له يا عم انا جربت البندول قبل كده وما فهمتش منه اي حاجه، ويعني ما اقتنعتش بيه نهائي، وعارف ان هي حاجه مش فعليه في معرفه الذكر من النتاية في الحمام. فقال لي لا جربها تاني بس بالطريقه اللي انا هقول لك عليها. قلت له ايه الطريقه اللي انت هتقول لي عليها؟ قال لي هتجيب المسمار بتاع الفيشه، المسمار النحاس اللي هو بيبقى في الفيشه بتاعه الكهرباء، تمام كده، وهتربطه بخيط او تعدي جواه الخيط وتبدا ان انت تمسكه كده وتعمله على جزء معين في فرد الحمام. قلت له خلاص تمام. وبعدين قال لي لو ذكر هتلاقي الخيط ده بيتحرك رايح جاي كده، تمام كده تعرف ان ده فرد حمام ذكر. قلت له تمام. قال لي لو نتايه هتلاقي البندول بالخيط بيلف كده حوالين نفسه. قلت له خلاص زي الفل. قال لي بس خد بالك من حاجه، ما ينفعش ان انت ايدك تكون تحت البندول، ما ينفعش ان انت ايدك دي تكون ماسك فرد الحمام كده وايدك تحت البندول، عشان انت ايه هتخلي البندول يلف غلط ويتحرك غلط والكلام ده. قلت له يا عم هعمل كل اللي انت قلت عليه خطوه خطوه بالحرف الواحد، وهنشوف الطريقه تاني مع بعض ونتاكد اذا كانت طريقه البندول في معرفه الذكر من النتايه هل فعلا حقيقيه زي ما الناس ما بتقول، ولا هي اشتغاله وخدعه زي ما احنا ما عملنا قبل كده فيديو واتكلمنا عنها. يعني كنت عامل فيديو تقريبا من حوالي سنتين وقلت فيه ان طريقه البندول دي بلح، تمام كده، يعني ملهاش اي لازمه وان هي اشتغاله، يعني جربتها بدل المره 10 وناس اعرفهم كتير جربوها ولقوها بلح ولا بتعرف اي حاجه ولا بتعرفك الذكر من النتايه وما فيهاش اي دليل من الصحه. فهنجرب تاني دلوقتي مع بعض. انا جبت مسمار الفيشه اللي هو قال لي عليه ومسمار نحاس، وانا متاكد ان هو نحاس وهوريكم المسمار. طبعا انا حكيته في الطوب كده في الحيطه عشان يظهر النحاس بتاعه، تمام كده، عشان اتاكد ان هو نحاس. وجبت له خيطه خفيفه ورفيعه، وهنبدا دلوقتي مع بعض بان احنا نجربه على اكتر من فرد حمام ونشوف هل فعلا هيعرفنا الذكر من النتايه ولا لا. فيلا بينا نبدا. بسم الله، وما تنساش صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس، ويلا بينا. اهو يا جماعه البندول، البندول اهو، تمام، البندول اللي انا عملته اهو، تمام. تعالوا نشوفه مع بعض كده عباره عن ايه. مسمار الفيشه، تمام، اللي هو اللي بيبقى بقى في فيشه شاحن، في فيشه كهرباء، في اي حاجه الفيشه اللي بتخش جوه الكهرباء، ده بيبقى نحاس وعليه طبقه لونها ابيض اهي، تمام كده. طبعا انا كحدت منه حته في الحيطه عشان يبان معايا اللون الاصفر بتاع النحاس ده، اللون اللي هو ايه الاصفر الفاتح بتاع النحاس، تمام. وجبت له خيطه اهي، حته خيطه اهي، تمام كده، عشان يبقى بالشكل ده، بحيث ان احنا لما نحط على فرد الحمام كده يظهر معانا اذا كان ذكر ولا انتاي. فهنجرب دلوقتي مع بعض، وانت لو عايز تجرب جرب، بس اهم حاجه تكون اعصابك كويسه، ما تكونش انت اعصابك بترعش وتقول لي اه البندول بيتحرك معايا، تمام كده. فانا هجيب دلوقتي كذا فرد حمام واجرب عليهم بالبندول اللي معانا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول حاجه اهو، فرد حمام غير محدد الجنس، انا عن نفسي فرخه، تمام، ومش عارف اذا كان ده ذكر ولا انتايه، مش عارف هيطلع ذكر ولا انتايه، لسه شاب، تمام كده. يعني ده عمره مثلا ايه حوالي 3 شهور، يعني قدامه مثلا حوالي كمان 3 4 شهور ويبدا ان هو يشتغل. فده فرد حمام اهو من فرخي، بص لوشه كده اهو، غير محدد الجنس، ملامحه تدي على ذكر وملامحه تدي على انتاي. طبعا في حمام الزينه الموضوع بيكون مختلف عن بقيه انواع الحمام، حمام الزينه بالذات صعب ان انت تعرفه بسهوله، تمام كده. فهنجرب دلوقتي عليه البندول ونشوف هيطلع ذكر ولا انتايه، البندول هيتحرك ولا بلح. اهو يا جماعه بص، مسكت فرد الحمام منين؟ ايدي بعيده خالص عن الجزء بتاع فتحه المجمع، تمام كده، وهحاول انزل له ديله برده لتحت شويه عشان ما يعملش اي حركه اهو، تمام كده. بص ايدي فين والبندول فين اهو، عملته على قصع ديله زي ما الناس ما بتقول، على قصع ديله، هثبت ايدي على قد ما اقدر اهو يا جماعه، بندول لا اتحرك رايح جاي ولا لف، بحاول على قد ما اقدر ان انا اثبت ايدي ما احركهاش
والبندول ثابت على قصعة الديل اهو، تمام. على قصعة الديل نجيبها ورا شوية برضو اهو، اثبت يا ابني اهو يا جماعة، ورا عند قصعة الديل مفيش اي حركة. بص بينها وبين الديل مفيش اهو سنتي، تمام. فوق شوية ولا اي حركة. هنقلب فرد الحمام بقى ونجرب عند فتحة المجمع طبعا، عشان برضو ايه ما يبقاش في اي حجة. بص انا ماسك فرد الحمام منين والبندول فين اهو، اهو بص كده ولا اي حركة، تمام. البندول ما اتحركش خالص. نجرب تاني، اهو يا جماعة عند قصعة الديل من تحت اهو، ولا اي تحريك، ولا راح وجه ولا لف. تمام كده. طيب نسيبنا من الفرد ده، يمكن الفرد ده ايه في مشكله مش باين، في عيب لسه صغير. نجرب على فرد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله حته زاجل اهي، حمام الزاجل حته شغاله ما شاء الله بفضل الله، تمام. مش هقول لكم بقى ذكر ولا انتايه، هنشوف دلوقتي هنعرف لوحدينا ولا مش هنعرف. فهمسك فرد الحمام بنفس الطريقه اللي انا كنت ماسك بيها، الفرد الاولاني اهي، تمام. البندول اهو يا جماعه، وادي فرد الحمام اهو، وعلى قصع ديله اهو، ثابت ثبات عميق. ولا اي حركة. نجيبه ورا شوية. ولا اي حركة. نجرب على فرد الحمام وهو مقلوب كده على ظهره، تمام. وببعد ايدي هو على قد ما اقدر، تمام. ما اتحركش. ورا شوية. اهو يا جماعة ولا اي حركة. مع ان الناس قالت ان هو هيتحرك، هيتحرك يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا اجي اعمل كده على فرد الحمام الاقي الحركة واضحة، يعني هيروح رايح جاي كده، يفضل رايح جاي رايح جاي، هيتحرك دوران، هيفضل يلف بقى وبتاع والكلام ده كله. وانا كنت متوقع فعلا ان انا اجربها بالمسمار النحاس ده الاقيها مظبوطه، يعني انا كنت متوقع والله ان هي ممكن تنجح، تمام. فنجرب تاني برضو، عشان ايه هنجرب على فرد حمام تاني عشان ما نظلمش الطريقه يعني. اهو يا جماعه ابو الشوشه، تمام. عند قصع الديله اهي، اثبتي بقى اهي، ولا اي حركه. عند ظهره اهو مفيش اي حركه. عندي ديله من ورا خالص مفيش اي حركه خالص نهائي. انا ايدي ثابته، انا ايدي اللي مثبته البندول، تمام كده. يعني نجرب بقى من تحت اهو يا جماعه، اثبت يا ابو شوشه، اثبت يا جدع، يا رأي اثبت عيب كده اهو. عندي ديله اهي عند القصعه مفيش حركه، هي سبت تاهي مفيش حركه. الهواء اللي طالع من بقي هو اللي ايه، هو اللي بينفخ في الخيط بيخليه مثلا ايه يتحرك كده بسرعه ويرجع تاني. اثبت بقى بالشوشه بقى اهو يا جماعه، حاول بس والله العظيم، انا بحاول على قد ما اقدر يعني، تمام. اهو عند فتحه المجمع بالظبط اهي، تمام. مفيش اي حركه خالص اهو. طيب تمام كده يا جماعه. طيب احنا شفنا مع بعض اهو على فرد حمام غير محدد الجنس، شفنا على اول فرد حمام انا جبته من هنا، دي كانت نتاية زاجل ما اتحركش خالص. جربنا على بشوشه، وبشوشه برضو احنا عارفين ان هو ذكر وما جابتش اي حاجه خالص، تمام كده. طيب تعالى هقول لك فكره ان الناس بتجربها وبتجيب معاهم وبيعرفوا ذكر من النتاية ازاي، او هم بيقتنعوا ان هي كده فكره حقيقيه وطريقه حقيقيه بتعرف الواحد الذكر من النتاية ازاي. هقول لك ان الفكره كلها في البندول اللي انت ماسكه ده، البندول اللي انت ماسكه ده اهو انا عامله بطريقه، يعني انا حاطط الخيط بالظبط في نص المسمار اهو، في نص المسمار النحاس اهو، تمام كده، في نص المسمار النحاس. فمفيش اي مجال لان هو ايه يختل التوازن بتاعه ويديك حركه وهميه، تمام. ففي ناس بتبقى ماسكه البندول كده يا جماعه، تمام، ويجي يعمل كده مثلا على اي حاجه
فتلاقي ايه البندول بيلف كده منه وايده ثابته، يعني انا اهو ايدي ثابته اهي والبندول بيتحرك اهو، يعني انا ثبت لك ايدي هنا هتلاقي البندول ايه بيتحرك اهو وايدي ثابته مكانها. فدي يا جماعه حاجه من دماغ الشخص اللي بيجرب الطريقه بنفسه. ازاي يعني؟ هو عقله بيوهمه ان البندول بيتحرك وبيلف اهو وان الطريقه دي صح، تمام كده؟ عقله بيوهمه ان البندول بيتحرك وبيلف، فاعصابك انت بتدي هزه للخيط، تمام؟ هزه بسيطه قوي في البدايه فبتخلي البندول يفضل يلف اهو. يعني البندول اهو ايدك ثابته، تمام؟ ممكن تلاقي اقل حركه بسيطه من ايدك خلت البندول يتحرك رايح جاي او خلت البندول يلف، تمام؟ هو عامه طالما اتحرك رايح جاي كده هتلاقي التوازن بتاعه خلاه بقى يلف. فهتيجي بقى معاك حظ على فرد حمام ان هو لف فتقول اه دي انتايه، جت معاك حظ على فرد حمام تاني ان هو راح وجه هتقول اه ده ذكر، جت معاك غلط في فرد حمام فتقول ايه يمكن انا اللي ما عرفتش اعمل الطريقه صح. فهي يا جماعه والله لو الموضوع حقيقي كان كلنا عملناه. انا اتمنى ان هي تكون حقيقه، لان انا عن نفسي سواء بشتري حمام او بطلع حمام من عندي ما ببقاش عارف الذكر من النتايه، ولو دي طريقه صح كان كل الناس مشيت بخيط ومسمار كده وراحت اشتريت بيه الحمام. يعني بدل بقى ما في طيور بيتعمل لها سونار وطيور بيتعمل لها تحاليل دي ان ايه عشان يعرفوا الذكر من النتايه، وطيور بيتعمل لها منظار عشان يتعرف الذكر من النتايه، كانوا كلهم جابوا البندول وعرفوا الذكر من النتايه بالبندول وخلاص بقى ريحنا دماغنا من الطرق الثانيه او من التحاليل او من الاشاعه او من اي حاجه من الكلام ده. فانا عايز اوصل لك في النهايه ان انا دي تاني مره اعمل فيديو واجرب فيه البندول، عشان الناس اللي علقت لي قبل كده وقالت لي ما انت بتستخدم مسمار حديد، ما ينفعش مسمار حديد، لازم حاجه نحاس، تمام؟ فده نحاس اهو ومش تقيل اللي هو يخليه مثلا ده مسمار الفيشه، ويعني ايه خفيف اهو، يعني الموضوع ايه بسيط جدا، والخيط بتاعه اهو تمام، خيط اهو تمام، فبرضه الموضوع يبقى بسيط جدا في الحركه، سهل ان هو يتحرك. فلو هي طريقة صح كان اتحرك معايا، بس هي طريقة للأسف يا جماعة اشتغالة مش أكتر، تمام كده؟ زي الناس اللي بتقول إن تمسك فرد الحمام وتحط صوابعه على بعض كده هتلاقي الذكر صباعين مش عارف إيه، النتاية الصباع فيهم صباع مش عارف إيه، فأهي يعني عايزين نشوف برضو إيه. أهو يا جماعة في ناس بتقول إيه إن الصباعين اللي هم دول، تمام كده؟ الصباعين اللي هم دول اللي هم إيه؟ جنب بعض هنا بتشيل الصباع اللي في النص ده وبتجيب دول كده بتقيسهم على بعض، لو الاثنين معرفش قد بعض يبقى انتايه، لو فيهم واحد اطول من الثاني يبقى دك. طيب دول الاثنين قد بعض اهم، دول الاثنين اهم قد بعض، صباعين قد بعض، يعني هحاول برضو ايه اوريهم لكم اهو، اهو الصباعين اهم يا جماعه، الصباعين قد بعض، قد بعض بالظبط اهو، ما فيهمش اي حاجه. هجيب لكم الذكر بتاعها، وادي الذكر بتاع النتايه اللي احنا لسه شايفينها، تمام؟ وادي الصباعين بتوعه اهم، تمام؟ بص كده برضو الصباعين قد بعض، سواء الذكر او النتايه الاثنين الصباعين قد بعض. وطبعا في ناس قالت البتاع اللي هنا اللي عامله شبه الحبايه كده اللي هي الزرنيخه دي اللي بتسمى الزرنيخه او الزرموكه، طبعا ليهم كذا مسمى، تمام؟ في ناس قالت الذكر معرفش رفيعه والنتايه عريضه، وناس قالت العكس، وناس قالت ايه دي اللي ضحكتني، واحد نزك فرد حمام كده قدامي وراح عامله كده وقال لي طالما رفرف كده يبقى ذكر، قلت له طب لو نتايه؟ قال لي مش هترف. فمثلا ايه احنا شفنا الذكر اهو، وادي النتايه برضو هنشوفها اهي، تمام؟ اهي رفرفت هي كمان اهي، تمام كده؟ فسواء الذكر او النتايه اي فرد حمام هتمسكه كده هيرفرف، يعني انت بقى فرد حمام هادي ما رفرفش معاك دي بتاعتك انت، فانت كده بقى ايه بتخترع طريقه لنفسك، فهي ما فيهاش اي دليل من صحه. فرد الحمام بنعرفه بقى من ايه؟ من سلوكه، يعني الذكر بيجعر وبيلف حوالين نفسه وبيضرب الحمام وبيتحرك وبيكسر على النتايه والكلام ده، النتايه بتبقى هاديه شويه صوتها انعم شويه ما بتجعرش جامد ما بتلفش حوالين نفسها كتير، بتكنس بديلها في الارض، ملامحها بقى ملامح نتايه، الذكر ملامحه خشنه شويه ملامح ذكر، فدي الطرق اللي احنا بنعرف فيها الذكر من النتايه، انما بقيه الطرق دي كلها ما فيهاش اي دليل من الصحه وما فيهاش اي حاجه علميه. ايه العلمي في ان انا احط مسمار نحاس على فرد حمام فيلف او يتحرك رايح جاي؟ هو جواه مغناطيس، حتى المغناطيس ما بيلزقش في النحاس، يعني فالموضوع يا جماعه ما فيهوش اي دليل من الصحه. فيعني انا بقول لك حاول تتجنب الكلام ده، وانا جربت لك اهو بنفسي، وانت عايز تجرب بنفسك جرب، بس ثبت المسمار على قد ما تقدر. مش هتعرف تثبت ايدك وتثبت المسمار، اربط المسمار في اي حاجه فوق عاليه وحط فرد الحمام تحتيها وشوف بنفسك اذا كان المسمار هيتحرك فعلا ولا لا، تمام كده؟ لو اتحرك يبقى الطريقه صح وانا غلطان، ولو ما اتحركش يبقى انا صح والطريقه غلط.
تمام كده. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استمتعنا بيه واستفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه وتوصل المعلومه لكل الناس. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم مريم التونسي.